علامات الساعة الكبرى، عشر علامات، هي علامات الساعة الكبرى. إذا ظهرت واحدة من هذه العشر توالت كنظام قطع سلكه فتتابع. يلا، ما هي هذه العلامات العشر؟ أولها المسيح الدجال، فشر غائب ينتظر، الله لا يجيبه وإحنا أحياء، أعاذنا الله وإياكم منه. الدجال هذا، طبعا هذه العشر لو تكلمنا عليها كل واحدة تحتاج محاضر على الأقل، لكن سنسردها سريعا ثم إن بقي وقت علقنا. الدجال الأعور، الدجال هذه العلامة الكبرى الأولى. اثنين، المسيح عيسى بن مريم. دجال من فين يخرج؟ يخرج من إيران، من أصبهان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج الدجال فيعيذ يمنة بأصبهان، فيعيذ يمنة ويعيذ يسرى. يعني يخرج الدجال في منطقة أصبهان التي هي تعتبر شمال إيران وشرق العراق. هذه منطقة الدجال، أول ما يخرج يخرج من هناك. يتبعه 70,000 من يهود العرب على رؤوسهم الطيالسة الحمر. طيب، هذا واحد. اثنين، عيسى بن مريم ينزل من فين؟ ينزل من السماء الثانية التي رفع إليها قبل 2000 سنة. ينزل وقت صلاة الفجر، وينزل مع نزوله مطر جميل وتهب رائحة طيبة على الأرض وأهلها، ويدخل على الناس وهم في دمشق في مسجد بني أمية وقت صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة، ولما يكبر بعد إمام المسلمين تكبيرة الإحرام. ينزل على المنارة البيضاء الشرقية دمشق، ثم ينزل على الأرض، ثم يأتي ماشيا نحو المحراب، ثم يدخل على الناس فيسلم عليهم أبيض اللون، شعره سبط كأنما يتلألأ، كأنما به حبات اللؤلؤ من الماء من المطر لأنه نزل مع السحاب، إذا طأطأ رأسه تقاطر الماء منه. يأتي فيقول له إمام المسلمين وقتئذ محمد بن عبد الله المهدي: تقدم صلي بنا. فيقول عيسى بن مريم: إمامكم منكم، صلي أنت. فيصلي المهدي إماما وعيسى مأموما في الصف الأول صلاة الفجر، فإذا صلوها انطلقوا نحو الدجال. قال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذه صفة الحرب يقسم الله عز وجل بها. طيب، بعد ذلك جينا العلامة الثالثة، ما هي؟ خروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. بعد ذلك خروج الدابة من بين الصفا والمروة، لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب، تكتب على جبين كل إنسان مؤمن أو كافر، حتى ينسى الناس أسماءهم وينادي بعضهم بعضا بالألقاب التي كتبت على الوجوه، فينادي المؤمن الكافر يا كافر، وينادي الكافر المؤمن يا مؤمن. هذا رقم 4. ثم بعد ذلك تأتي الأحداث الكونية، خسف بالمغرب أمريكا يا رب بكامله، وخسف بالمشرق الصين يا أرحم الراحمين، وخسف لله المستعان بجزيرة العرب هنا الله يرحمنا. هذا من علامات الساعة 3: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب، والله العكس، المغرب المشرق هنا والمغرب هنا، وخسف بجزيرة العرب. ثم الدخان، الآية رقم كم؟ 8: الدخان، فارتقب
يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. هذه الآية رقم 8. بعدها الشمس تطلع الشمس من مغربها بعد حادثة الدخان، دخان يمكث فترة ثم يكشفه الله 3 أيام، ثم تأتي الشمس تطلع من مغربها إلى منتصف السماء ثم تعود فتغرب من مغربها لمدة ما تكمل إلين وقت الظهر ثم ترجع تغرب من مغربها، ثم تطلع إلى نصف السماء اليوم الثاني ثم ترجع تغرب من مغربها، ثم تطلع من مغربها اليوم الثالث ثم ترجع تغرب مغربها، ثم تعود تطلع من المشرق. طلوعها من مغربها لمدة 3 أيام علامة. هذه العلامة التي يغلق عندها باب التوبة. لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعدها تأتي العلامة الأخيرة وهي النار التي تخرج من قعر عدن باليمن. تعرفون عدن؟ عدن هذه فيها مستودع لنار عظيمة ما رأت الدنيا مثلها. هذه النار اكتشفوها بالأقمار الصناعية لعلمكم، اكتشفوها بالأقمار الصناعية، براكين تحت مدينة عدن تخرج آخر شيء، تخرج تلك النار فتجري مع البحر حتى تحف الناس ثم تسوقهم سوقا إلى أرض المحشر أرض الشام. سورة القمر ليست وحدها التي أعلنت قرب قيام الساعة، فهناك سور من القرآن أعلنت قرب قيام الساعة، وهناك سورة من القرآن أخبرت أن الساعة قد أتت. أما السور التي أخبرت بقربها فمنها هذه السورة وسورة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وكذلك سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوا. اقتراب الساعة واضح وبين، فقد جاء أشراطها، ومن أشراطها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فأول دليل على قرب الساعة خروج نبيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف بنبي الساعة، يعني إذا خرج هذا النبي فاعلموا أن الساعة قد اقتربت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين أصبعيه السبابة والتي تليها الوسطى. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة إلا ما زاد به هذا الأصبع الأوسط على هذا الأصبع، هذه الزيادة. هذه بقية الدنيا، وهذه هي عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فما مضى من الدنيا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى من هذا الأصبع، وما بقي من الدنيا هو بقية هذا الأصبع. طيب، اقتربت الساعة، ومن أدلة قربها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين ذلك. فهذا الحدث العظيم الذي حدث في مكة وهو انشقاق القمر علامة من علامات الساعة في الكتب المقدسة، لأن علامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات كونية تحدث في الكون، وعلامات تحدث في الناس بشرية. فالعلامات الكونية التي تحدث منها انشقاق القمر وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها نار تخرج من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى وقد حصل سنة 654 للهجرة، ونقلها أهل كتب التاريخ كالحافظ ابن كثير وغيره، ودونوها وقالوا هذه النار هي لعلها التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة
تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. هذه النار ارتجت المدينة لها وخرجت كأنها منارة، حتى إن المؤرخين يقولون كان طولها على قدر 3 منارات عمود من النار، وأهل المدينة أصبح ليلهم نهارا لمدة شهر، وأصبح الليل في منطقة الجزيرة إلى حدود الشام لا يعرف من النهار من شدة ضوء هذه النار، فلا يأتي ظلام لأي بيت، حتى إن أهل الشام كانوا يكتبون على ضوئها الكتب، وأهل المدينة لما خرجت خرجوا إلى المسجد يبكون ويتضرعون إلى الله أن يرفعها عنهم، وردت المظالم واستمرت شهرا كاملة مؤذنة بصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب الساعة، لأنها علامة من علاماتها. من علاماتها الكونية أيضا الزلازل التي تحصل وحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والخسف الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى يحصل أو يقع زلزال بالمشرق وزلزال بالمغرب، وحصلت زلازل كثيرة بالمشرق والمغرب، وكذلك خسف بالمشرق وخسف بالمغرب، وهذه كلها أحداث كونية وهي دليل على قرب الساعة. وأيضا من علاماتها الكثيرة والدالة على قربها بلع المدنية للبادية، وهذا حاصل، تنتهي البادية وعهودها وتبدأ المدنية وعهودها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان، شاة الغنم، فالذين كانوا يرعون الغنم ويتنقلون من مكان إلى مكان خلف الكلى يتركون ذلك ويتطاولون في البنيان، يعني لا يقتصرون على البنيان الذي يكفيهم بيت واحد دور واحد، وإنما يتطاولون في البنيان، ناطحات السحب وغير ذلك التي هي من علامات الساعة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات كثيرة تدل على اقتراب الساعة، من ذلك حدوث الفتن في الأمة، ففتن بين يدي الساعة، وهي من علاماتها من تلك الفتن المقتلة التي حصلت بين الصحابة، وهي من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من المسلمين، فئتان عظيمتان من المسلمين، وقد حصل ذلك في عهد معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك الفئة إحداهما، تلك الفئتين إحداهما ستقتل عمار بن ياسر، والفئة التي تقتل عمار هي الفئة الباغية، والله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حصلت مقتلة، حصلت المعركة بين الفئتين وقتل عمار، وكان ذلك من علامات الساعة، وكان عمار في صف علي، لكن كلاهما صحابة وكلاهما قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكلاهما بإذن الله خير، والله عز وجل شهد لهم جميعا بالصلاح، لكنها نبوة من النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة من علامات الساعة لا بد أن تكون. أيضا من علامات الساعة اختلاف الأمة وافتراقها، لا تقوم الساعة حتى تفترق هذه الأمة، وافترقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جماعات وإلى فرق كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي، ولا تزال تسمع بجماعات وفرق وأشياء من ذلك القبيل. هذه العلامات يقسمها العلماء إلى 3 أقسام، علامات الساعة يقسمها العلماء إلى 3 أقسام. القسم الأول علامات وقعت وانتهت وانقضت، هذه علامات انتهت يعني وقعت بالماضي، وعلامات واقعة الآن نحن نعايشها، وعلامات لم تقع ونحن ننتظرها.
فهذه العلامات التي وقعت منها ما ذكرت لكم، والعلامات التي نحن الآن عائشون وفيها منها ما يلي: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البغت العجاف، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. طبعا خروج هؤلاء النساء العاريات في الأمة علامة من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني سوف يخرجون في الأمة. وأيضا منهم من ذلك من هذه العلامات التي نحن نعايشها تكلم الحديد، المكبرات، الجوالات، الإذاعات، التلفزيونات إلى غير ذلك، هذا تكلم الحديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتكلم الحديد ويتقارب البعيد، يتقارب البعيد. وأيضا ورد في حديث آخر ذكرت فيه السيارات وصفا وأنها من علامات الساعة، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم في معناه أن الساعة لا تقوم حتى يأتي الناس على أمثال الهوادج، على أمثال الهوادج، الهودج التي تركب عليه المرأة، مربع يوضع فوق الجمل، على أمثال الهوادج أمام المساجد، يعني السيارات التي توقف أمام المساجد تحمل الناس وتذهب بهم، تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من علامات الساعة. ومن علامات الساعة الجوالات التي عندكم، وقد ورد في الحديث الإشارة إليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتكلم الرجل من فخذه، يعني الجوالات أكثر ما توضع في الفخذ خصوصا عند اللي يلبسون البنطلونات. وأيضا في حديث: لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل من رأس صوته، يعني مثل الصوت أو العصا ويتكلم من رأسه، هذا قد يكون جاء وقد يكون سيأتي، يعني مثل العصا. نعم، سماعات، أي هذه السماعات، صدقت، مثل العصا إلى غير ذلك. فهذه أحداث نحن نعايشها وهي من دليل على قرب الساعة. أيضا من علامات الساعة التي نعايشها زخرفة المساجد، وتعلمون ذلك، يعني بدأت الزخرفة في المساجد من زمان حتى أصبح يتباهى الأمة فيها، ووضع الذهب وغير ذلك، وهذا من علامات الساعة. من علامات الساعة كثرة القراء، يكثر قراء القرآن حتى تحتار تصلي عند من؟ عند فلان أو عند فلان، من كثرة القراء الذين يجودون القرآن ويحسنونه، ولكن يقل الفقهاء، يعني القراء يكثرون ويقل من يفهم القرآن، فتجد الواحد يقرأ بصوت الندي ولكن لو سألته عن معنى الآية قد لا يعرفها. وهذا عجيب، لأنك تجد في غير الناطقين بالعربية من يتقن تلاوة القرآن وهو لا يفهم من العربية شيء. اقتربت الساعة، كل هذا دليل على قرب الساعة. هذه من العلامات التي نحن نعايشها. من العلامات التي أيضا وقعت كثرة الزلازل، كثرة المحن، كثرة الأمراض التي انتشرت في الجزيرة العربية وحدها، كم انتشر من مرض ما كان معروف من قبل، حمى الوادي المتصدع، حمى ماذا، الضنك والخنازير وغير ذلك. فهذه الأمراض والأوجاع كلها انتشارها علامة قرب الساعة. من علامات قرب الساعة كثرة المال، وهذه بدأت في بعض الدول، تجد الفقر بدأ يقل والغنى بدأ يكثر، الغنى الفاحش، حتى إن من أراد الصدقة قد لا يجد فقير يأخذها منه، وهذا من علامات الساعة. طيب، اقتربت الساعة. طيب، هناك علامات أخرى لم تقع، منها ما هو أوسط ومنها العلامات الكبرى. من العلامات الوسطى خروج رجال حددهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وأوصافهم يخرجون بين يدي الساعة، منهم 10 رجال، 10 فوارس، هم أفضل من على وجه الأرض، وهم الفوارس 10 الذين يكونون في مقدمة جيش المهدي المنتظر. منهم أيضا خروج المهدي المنتظر
وهو من علامات الساعة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من عترتي يوافق اسمه اسم أبي واسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. أيضا من العلامات التي هي لم تقع خروج رجل يسوق الناس بعصاه من قحطان، هذا يخرج قبل المهدي. من علامات الساعة الكبرى والتي إذا جاءت واحدة منها توالت بقيتها كنظام قطع سلكه فتتابع خروج الدجال. والدجال تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه حتى كأنك تراه، وهو رجل أعور عين اليمنى، ممسوحة عينه اليمنى، ما كأنها وجدت أو كأنها عنبة طافية مثل الزبيبة، مكتوب بين عينيه كفر، لونه آدم اللون، شعره قطط مثل شعر القطط، الشعر القوي المتشقق. هذا الرجل يخرج في منطقة المثلث ما بين إيران وتركيا والعراق، في منطقة أصفهان. أول ما يخرج يعوث يمنة ويعوث يسرة، يتبعه من يهود العرب 70,000 على رؤوسهم الطيالسة الحمر، مدته في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة لا تغيب شمسها، واليوم الثاني كشهر لا تغيب شمسه، واليوم الثالث كأسبوع لا تغيب شمسه، وبقية أيامه 40 كبقية أيامكم. قال الصحابة: يا رسول الله، فماذا نفعل في الصلاة؟ قال: قدروا لها قدرها، عندها لا تفرق بين فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء إلا بالساعة، لأنه كل نهار. فالمسلم وقتئذ يضبط صلاته بالوقت، كم بين الفجر والظهر كذا ساعة ينتظر، فإذا جات أذن فصلى الظهر، فكم بين الظهر والعصر كذا ساعة، فيقارن ويقايس. وهذا الحديث كان فيه رحمة من الله جل وعلا لأصحاب الدول الذين يستمر عليهم النهار 6 أشهر كبعض دول أوروبا، ويستمر الليل عليهم 6 أشهر، فأخذوا من هذا الحديث تقدير الصلوات على أنك تقدر. وكذلك الصيام، فقد يكون الليل في بعض الدول ساعة أو ساعتين والنهار 24 ساعة، فهل تصوم 23 ساعة أو 22 ساعة؟ فعندئذ تقدر النهار المعتدل متوسط 12 ساعة ثم تفطر ولو كانت الشمس ما غربت. نعم. اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر حادث وحدث، ومن علامات الساعة، إن شئتم ذكرت لكم تفاصيله لأنه حدث عجيب. طبعا أنا لا أريد أستصل في العلامات حتى لا يضيع الوقت، ما فسرنا شيء لأنها طويلة وأنتم تعلمونها: الدجال، عيسى بن مريم ونزوله وقتله للدجال، الدخان الذي يخرج من السماء، الدابة التي لا يفوتها هارب ولا يدركها طالب، كذلك غيرها من العلامات لعلنا نذكرها في مناسبة أخرى. قوله تعالى: وانشق القمر. انشقاق القمر حدث في مكة وسببه قريش. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت رسول فأتنا بآية، يعني أعطنا آية إذا شاهدناها وعلمنا أنك رسول صدقناك. قال: ماذا تريدون؟ كانت ليلة 14 ليلة اكتمال القمر. قالوا: هذا القمر اقسمه نصفين، نصف يبقى في مكانه والنصف الثاني ينزل حتى نراه، أو ينقسم نصفين، نصف يمشي جنوب والنصف الثاني يمشي شمال، فإذا حصل ذلك آمنا بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرهم الآية التي طلبوا. فانشق القمر وهم ينظرون نصفين، نصف مشى شمال ونصف مشى جنوب، ونظروا إليه وقد انشق حتى إن جبل حراء الذي أوحي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ماثل بين الشقين، يعني تنظر لنص القمر هنا ونص القمر هنا والجبل كأنه بينهما. فقالوا: هذا سحر مبين، سحركم محمد.
فقال لهم شخص آخر منهم، قال لهم طيب إن كان محمد سحركم فليس من المعقول أن يسحر الناس كلهم والقمر كل الناس تشاهده، فانتظروا حتى يأتي الناس من الخارج، فإن شاهدوا انشقاق القمر أو لم يشاهدوا، إن لم يشاهدوا كان فعلا ساحرا، وإن شاهدوا انظروا رأيكم فيه. جاءت الناس، هل رأيتم ما حصل في القمر؟ أي والله رأينا، شفتوا؟ قالوا هذا سحر مستمر، يعني ليس فقط أهل مكة الذين سحروا. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، مو خاص بأهل مكة. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، كل أمر قد استقر في اللوح المحفوظ قبل أن يكون، وكل شيء خلقناه بقدر، قد استقر في علم الله وفي اللوح المحفوظ أنهم لن يؤمنوا، لكن حتى تكون الحجة قامت عليهم، طلبتم آية جاتكم آية. طيب ما من نبي طلب منه قومه آية فأعطاهم إياها ولم يؤمنوا إلا عذبوا، فلما لم تعذب قريش وقد طلبوا الآية وجاءتهم الآية ولم يؤمنوا؟ من يجيب؟ نعم، الله أكبر، لأن محمد صلى الله عليه وسلم معه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فالله أكرمهم بوجود محمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. في واحد من التابعين كان في مجلس عبد الله بن مسعود، فقال والله لو أني أدركت الرسول صلى الله عليه وسلم لكنت أنا أحسن واحد، أنتم يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الاحترام كأنه يستنقص من حال الصحابة في مكة، كانوا مستضعفين وكان. فغضب ابن مسعود قال احمد الله، فما يدريك لعلك إن كنت موجود كفرت به، فالله عز وجل أخرك فأولدت في الإسلام، فاحمدوا الله أنكم موجودين بين أبوين مسلمين وجاكم الإسلام بصورة نقية طيبة صافية من غير ابتلاء ومشقة. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. جاءهم من الأنباء، من أنباء الأمم السابقة، ألم يأتهم نبأ قوم نوح؟ ألم يأتهم نبأ قوم هود؟ ألم يأتهم نبأ قوم صالح؟ ألم يأتهم نبأ قوم شعيب؟ ألم يأتهم نبأ قوم لوط؟ ألم يأتهم نبأ الأمم التي هلكت، قوم فرعون وغيرهم؟ جاءتهم الأنباء ويتحدثون عنها وسوالف وأخبار عندهم، ومع ذلك يقع فيما وقع فيه من كان قبلهم. حكمة بالغة فما تغني النذر. النذر جمع نذير ونذير، لكنها لا تغني شيئا عمن لم يرد الله هدايته، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. حكمة بالغة، يعني عندما ترى الآيات ولا تؤمن، هذا دليل على إيش؟ على أنك لا تملك هداية نفسك ولا تملك هداية غيرك، إنك لا تهدي من أحببت، حتى نفسك ما تقدر، ولا تقدر تهدي أقرب الناس إليك، فهذه من حكمة الله. لو الهداية بغير يد الله، لو الهداية بغير يد الله سبحانه وتعالى، لو بيد مخلوق كان اهتدى البشر كلهم؟ كان بخل بها وكانت الهداية تباع بفلوس، وكان ما صلى أحد إلا يدفع فلوس يهدى للصلاة، وكان ما دخل الجنة إلا قليل، وكان حصل فيه الاحتكار
هذه خاصة بالعرب، هذا خاص بنا، هذا خاص بالجزيرة، لكن لا، الهداية بيد الله. جاء بسلمان من فارس وهداه، وجاء بصهيب من الروم وهداه، وجاء بلال من الحبشة وهداه، وجاء بالعرب من اليمن ومن كل مكان وهدى من هدى، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة الهداية منعوا منها إلا قليل. حكمة بالغة. كما ذكرت في بعض الدروس السابقة أن الهداية يعني قد تكون في البيت الواحد زوج وزوجة، فيهدى الزوج وتحرم الزوجة مثل لوط وزوجته، والعكس تهدى الزوجة ويحرم الزوج فرعون وزوجته، يهدى الوالد ويحرم الولد نوح وولده، يهدى الولد يحرم الوالد من؟ إبراهيم وأبيه إلى آخره. فتولى عنهم، فما أنت فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على هداية الناس يكاد يموت من الهم الذي يحمل، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني عندما يأتي واحد كافر يقول له قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا أعرض ذلك ونأى بجانبه الرسول يمشي صلى الله عليه وسلم يمشي خلفه، بالله يقول له يا أخي اتق الله، قل لا إله إلا الله، أدخل الإسلام، أنقذ نفسك من النار، يلح عليه إلحاح من أجل أن ينقذه من النار. فالله عز وجل يقول فتولى عنهم، يعني إذا هم أعرضوا ومشوا اتركهم. فتولى عنهم إلى متى؟ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هنا انتقل بنا الخطاب القرآني من الدنيا إلى بداية الآخرة، اقتربت الساعة. طيب الساعة التي اقتربت ما هو أولها؟ ما هي بدايتها؟ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. من هو الداعي؟ إسرافيل. إذن هنا في الآخرة دعوتين، الدعوة الأولى دعوة إماتة، دعوة إنهاء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه لا ينجو منها أحد، صعق من في السماوات ومن في الأرض. أما التي بعدها لا يبقى بعدها أحد أيضا إلا وأحياه الله، وهي المرادة هنا النفخة الثانية، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هذا الداعي ماذا يقول؟ وهو إسرافيل ينفخ وينادي يا أيتها العظام البالية والأوصال المتفرقة والشعور المتمزقة، إن الله يأمرك أن تجتمعي لفصل القضاء. فترى العظام تتجمع حتى يكون هيكل عظم، وترى اللحم يكسو تلك العظام، وترى الدم والعروق، العروق تجري في ذاك العضل في ذاك اللحم، والدم يجري في تلك العروق، والروح بعد ذلك تنفخ وتعود للجسم الذي خرجت منه أصلا، وإذا بالناس يخرجون من قبورهم أشتاتا ليروا أعمالهم، وكل ينفض التراب عن رأسه، والمؤمن يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، والكافر يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فذاك يقول يا ويله يا ويله، وهذا المؤمن يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن ماذا يحصل للكفار عند هذه الدعوة؟ يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ذكر الله جل وعلا في خروج الناس من قبورهم حالتين اثنتين، الحالة الأولى حالة الشتات، يصدر الناس أشتاتا، البيت الواحد اللي كان يحوي أطفال أبناء أسرة واحدة يتجمعون في الأسبوع دورية وعائلة بني فلان والعيدية بني فلان، وقد ماتوا أشتاتا في الجزيرة وفي أفريقيا وفي كذا وفي كذا، فيصدرون أشتاتا كما ماتوا أشتاتا، وعندما تبعث من أرض ما في أحد تعرفه
تبحث عمن تعرفه، فبحثك عمن تعرفه في مليارات البشر هو عين الشتات. هذا البحث هو دخول وخروج موج. شبهه الله جل وعلا بحالة وقال كأنهم إيش؟ كالفراش المبثوث. الفراش جمع فراشة وفراشة، والفراشة ماذا تفعل؟ حول النار تحوم 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 حول النار ثم تسقط فيها. فالناس يوم القيامة أغلبهم كالفراش المبثوث يتساقطون في النار، في نار جهنم. هذو الذين لا يسألون عن ذنب لأنهم ما عندهم نعمة، ما عندهم طاعة، يؤخذون إلى النار مباشرة كالفراش المبثوث. ثم بعد ذلك يأتي الداعي يوم يدعو الداعي، فإذا سمعوا صوت الدعوة توجهوا إليها، فتأتي الحالة الثانية وهي حالة الجراد، كأنهم جراد منتشر. الجراد يمشي في اتجاه واحد، والفراش يمشي في اتجاهات متغايرة ومختلفة. فالحال الأول لأهل القبور إذا خرجوا من قبورهم حال الفراش المنتشر، فراش. والحال الثاني حال الجراد، فإذا سمعوا يوم يدعو الداعي يتوجهون إلى جهة الدعوة والجميع يطير، ما هو مشي، طيران. فكل أهل الآخرة يطيرون، جاذبية الأرض ما عادت موجودة في الآخرة. الجاذبية من خصائص الدنيا، ولذلك تبدل الأرض من تحتهم وهم لا علاقة لهم فيها. يوم تبدل الأرض غير الأرض، وهم طائرين طيران كأنهم جراد. عمركم شفتوا جراد منتشر ماشي أو تشوفوه طائر؟ طيران. طيب عندئذ ماذا يحصل؟ مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذا الحال العام للكفار يوم القيامة. أيضا هنا قال خش عن أبصارهم، يعني إذا خرجوا من قبورهم وسمعوا صوت الداعي خرجوا خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر من ضعفهم من كثرتهم من خوفهم، كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع، لإهطاع السرعة مع الاستماع، يعني مسرعين لدرجة الانكباب. الإنسان في الدنيا إذا مشى كيف يمشي؟ مستقيم رأسه فوق، في الآخرة منبطح رأسه إلى جهة الصوت على وضع الجرادة، طيران. مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر، هذا يوم عسر. لماذا قال هذا يوم عسر؟ لأنه لما كان في الدنيا لم يختر طريق اليسر، وإنما اختار طريق العسر. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. المؤمن يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. طيب الكافر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ف انتهى الوقت. نعم، هذا يوم عسر، انتهى المقطع الأول. مفهوم هذه الآية أن المؤمن يقول هذا يوم يسير، والمؤمن لا يفر ولا يخاف، له الأمن في الدنيا والآخرة. من الذين قالوا ربنا الله
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة.